هل يجوز للأب أن يأخذ نصف مهر ابنته؟ وإذا قالت له النصف حلال عليك، هل يجوز له ذلك؟ للأب أن يأخذ من مهر بنته، للأب أن يأخذ من مهر بنته ومن مالها أيضا ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، الزائد عن حاجتها، والذي لا يضر بها له أن يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم.